السلام عليكم. عليك السلام دكتور محمد، الصوت مسموع كويس مفيش مشكلة. كويس، الحمد لله كويس. ان شاء الله تكون بخير وعافيه معاكم جميعا. معاكم الدكتور محمد ابو الهوى. كنا حابين نتكلم النهارده ان شاء الله عن المعايير الاي اس ار او متطلبات السلامه الاساسيه. بدايه كده في بدايه الكلام، كلمه معايير يعني متطلبات يعني. فما تيجي مثلا سباهي يطلب مننا، يقول لنا والله انا عايز منكم متطلبات معينه علشان اجي اراقبها، وبناء عليها احدد ان كنتم تستحقوا الاعتماد او ما تستحقوش الاعتماد. فالمعايير اللي اخذناها من سباهي او المتطلبات ديت، في منها معايير على سبيل المثال بتقول لك والله انا عايزه غرفه الاجتماعات يكون فيها مثلا عدد معين من الطاولات والكراسي والانترنت والحاجات ديت. وفي معايير تانية بتقول والله انا عايز الكراش كارت في الطوارئ يكون فيها الدي سي شوك، والدي سي شوك دوت يكون على طول متوصل بالكهرباء بمصدر كهرباء، ويكون البطارية بتاعته سليمة. فلو جيت وزنت ما بين المعايير ديت، اكيد المعايير بتاعت الطوارئ اهم بكتير جدا، لانها بتتدخل مباشره في سلامه العريض. يعني المعايير ديت عندنا هم في المراكز 14 معيار، تحتيهم حوالي 96 نقطه لازم يكونوا كلهم متلبيين علشان المركز كله ينجح باذن الله. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعرض ايه هي المعايير ديت، وهنعرض أمثلة لتعليقات المقيمين على المعايير ديت أما جم عندنا وراقبوها يعني في المراكز. فهنبدأ بإذن الله بالمعايير السلامة الأساسية اللي موجودة في ملف إدارة الجودة وسلامة المرض. هنا بيقول لي أول معيار عندنا: جميع العاملين على دراية بالأهداف العالمية لسلامة المرضى ودورهم في تطبيقها، وجميع القادة على دراية بآلية مراقبة الأهداف العالمية لسلامة المرضى. يبقى على سبيل المثال جه المقيم وجاب 4 من العاملين وسألهم ايه هي الأهداف الدولية لسلامة المرضى، 2 جاوبوا و2 ما جاوبوش، يبقى الدرجة بتاعتي 50%. يبقى أنا كده عندي نقطة اي اس ار ما اتطبقتش. المركز بيتعلق بيبقى نجاحه نجاح مشروط، ولو في أكتر من نقطة معانا يعني حوالي يعني ممكن 5 نقاط اي اس ار مش موجودة، المركز كله ما بيعديش حتى لو جايب أعلى الدرجات. عشان كده لازم جميع العاملين يكونوا حافظين الأهداف الدولية لسلامة المرضى. خليني أعرضها على حضراتكم أوريكم شكلها. ده على سبيل المثال الشكل النموذج المراقبة لتطبيق الأهداف الدولية لسلامة المرضى في المركز عندنا. الأهداف الدولية لسلامة المرضى 6: 3 تحسين و3 تقليل. أول حاجة تحسين عملية التعرف على المرضى عن طريق 2 يونيك ايدنتيفاير، يعني عن طريق معرفين ما يشاركش فيهم مع أي حد تاني. عن طريق تحسين التواصل الفعال بين مقدمين الخدمة. عن طريق تحسين سلامة استخدام الأدوية ذات المحاذير العالية. والثلاثة التقليل اللي هو تقليل الإجراء الطبي. الحد من احتمالية عمل إجراء طبي خاطئ للمريض الخاطئ أو الجزء الخاطئ من الجسم. والهدف الخامس اللي هو تقليل العدوى المكتسبة داخل المنشأة الصحية. الهدف السادس اللي هو منع سقوط المرضى وتقليل الإصابات. المقيم يعني هو خلاص احنا حفظنا ال6 عناوين دولت، بس هو مش جاي يشوف ال6 عناوين دولت، هو جاي يشوف هم فعلا بيتطبقوا ولا لا. فهو المقيم بيدخل كل عيادة ويسأل الناس اللي جواها ايه هي الأهداف الدولية لسلامة المرضى. اما يقول له 6 اهداف يسأله بعد كده: طب ايه اللي بيطبق، عن ايه اللي انت بتطبقه عندك او اللي بتراقبه في العياده بتاعتك؟ يعني على سبيل المثال لو دخل الاسنان قسم الاسنان وسأله ايه هي الاهداف الدوليه، وبعد ما يقول له ال6 اهداف الدوليه هيقول له: بتراقب ايه عندك؟ ويقول له: والله انا براقب الهدف الرابع اللي هو بس الحد من احتماليه عمل اجراء طبي خاطئ للمريض الخاطئ او الجزء الخاطئ من الجسم، عن طريق استخدام نماذج معينه زي نموذج التايم اوت. نموذج التايم اوت ده او الوقت المستقطع
اللي هو قبل ما المريض قبل ما الدكتور خلاص يدي قبل ما المريض قبل ما الدكتور يبدأ عملية الخلع بتاعه أو يبدأ البروسيجر بتاعه، بيسأل بيطمن يرجع للمريض ده يسأله اه معاك تشيك ليست، بيقول اه والله هو ده السن اللي هشتغل عليه، هو ده المريض، هو ده رقم مثلا ملفه، هو ده الإجراء السليم، بيتأكد انه من كل حاجة ويبدأ يشتغل. ده بالنسبة للأهداف الدولية لسلامة المرضى. في التقييم برضه، في أثناء التقييم، في آخر التقييم، المقيم بتاع سباهي برضه بيقعد مع القادة بتوع المركز. القادة بتوع المركز اللي هم الأربعة الأساسيين، اللي هو مدير المركز ورئيس التمريض والمدير الطبي ومنسق الجودة والقادة بتوع والرؤساء الأقسام، بيقعد معهم برضه يسألهم تاني عن الأهداف الدولية، وبيسألهم عن بتعملوا الجولات بتاعتكم إزاي، ومن الأعضاء المشاركة فيه، وإيه، وبيشوف التقارير بتاعتهم. المعيار أساسا مقابلة، بس مقابلة إيه اس ار، فهي مهمة جدا. ماشي، ده أول حاجة. تاني حاجة في معايير الإي اس ار، اللي هو يتم تعريف السجل الصحي بسهولة بوسيلة تعريف وحيدة للمريض، كلمة واحدة اللي هي يونيك، يعني هو عاوز اتنين يونيك ايدنتيفاير، اللي هو الاسم ورقم الملف اللي ما يتشابهش مع رقم ملف حد تاني. فبالنسبة للمراكز احنا عندنا خلاص، بالنسبة للمراكز اللي داخل تبوك، احنا معتمدين النظام الالكتروني هس للسجلات الصحية. خلاص، هو اما المريض بيفتح الملف بتاعه بيديله ميديكال ريكورد نمبر، ما بيشاركش مع حد تاني. فالموضوع ده عندنا خلاص بالنسبة للمراكز بتاعتنا. بالنسبة للمراكز الخارجية اللي لسه مش مطبقة نظام هس، فكل ملف كل ملف مراجع لازم أن يختلف عن المراجع التاني. يعني على سبيل المثال، لو في خمسة من نفس الأسرة، لازم كل واحد فيهم يبقى له ملف، رقم ملف غير الأرقام التانية عن باقي أفراد الأسرة. بالنسبة للتوثيق الحساسية، على كل غلاف ملف لازم نكون كاتبين ان هو عنده تحسس من حاجة معينة، ولا نكتب ان كي اي اللي هو نو نون الرجي، عشان يبقى الطبيب اللي بيكشف عليه عارف يعني. طيب، بالنسبة لخطة الرعاية في السجل الصحي للمريض، خطة الرعاية او البلان اوف كير بيبقى ليها معايير معينة في الكتابة، في كتابتها. من ضمن المعايير المعينة لكتابة الخطة اللي هي البلان اوف كير، ان يكون ليها اهداف قياسية زي ما واضح قدامنا، بيكون اهداف معينة لمنع المضاعفات، زي وممكن نعطي التحصينات وتثقيف الصحة، وبراجع التثقيف الصحي، وبراجع براجع الزيارة اللي فاتت. والمهم يكون ليها أهداف قياسية، ودي أكتر حاجة يعني دايما في العيادة العامة بتوقع الملفات. يعني إن خطة الرعاية أغلبنا بنكتب فيها مثلا كلمة اتش اي اللي هو هيلث اديوكيشن، بنكتب مثلا داش دايت ونسكت يعني أو ممكن حتى كمان في ناس تكتب حرف علشان بس إيه تعدي الصفحة بتاعة البلان أوف كير وتدخل على الصفحة اللي بعدها. بالنسبة للطوارئ عندنا، فهنا بيقول لي يتم التحقق من سلامة القفل ورقم القفل الخاص بعربية الطوارئ يوميا وتنسيق ذلك. عندنا في عربة الطوارئ الكراش كارت بتبقى مكونة من العربة نفسها، ومكونة من جهاز الصدمات اللي فوقيها. العربة نفسها لازم أن يتعمل لها فحص يومي للأجزاء الخارجية بتاعتها، اللي هو زي سلامة القفل، الحاجات كلها موجودة كويس. الجهاز الديس شوك نفسه يتعمل عليه فحص يومي أو الصبح أول ما المسؤول الطوارئ يجي. ومفروض إن أثناء الفحص دوت بيطلع له ورقة اللي هي زي ورق الإي سي جي كده، وبيديله علامة صح، بيطمن إن لازم إن الورقة دي تكون موجودة يوميا. بالنسبة للمراكز اللي عندها اعتماد جديد، فديت بتبقى مطلوبة منهم لحد آخر 4 شهور. بالنسبة للمراكز اللي عندها إعادة اعتماد، فده مطلوب لسنة كاملة. يعني الأوراق ديت التشييك اليومي يوميا مطلوبة لسنة كاملة. التشييك عربة الطوارئ بيتم وتقدر يعني تقدر تعمله أول ما تيجي الصبح، وبتعمله والكهرباء مفصولة علشان تتأكد إن البطارية سليمة.
لان العربه يعني متوقع انها تتحرك معايا في اي وقت. بالنسبه للمعايير اللي مكتوبه قدامي هنا، يتم فحص حركه الطوارئ يوميا عن المكونات الخارجيه، جهاز الصدمات والمراقبه المحمول والبطاريه وانبوبه الاكسجين، يتم ايصال جهاز الصدمات بمأخذ كهربائي جميع الاوقات الا اثناء اختبار البطاريه، يتم اختبار اداء جهاز الصدمات ومراقبه المريض باستخدام التيار الكهربي وباستخدام البطاريات، لازم نتاكد ان البطاريه سليمه يعني. لازم يكون فيه سكشن، ونفس النظام برضو السكشن بيكون متوصل بالكهرباء، وبرضو بطمن ان البطارية بتاعته سليمة. عربة الطوارئ نفسها احنا بنفتحها شهريا، لازم يكون ليها فتح شهري. اما بتتفتح شهريا وبتغير رقم القفل، فالورقة بتاعت التشيك بيبقى فيها مكتوب فيها رقم القفل اللي اتشال ورقم القفل اللي هنحطه، وبنطمن على الأدوية اللي جوه وترتيب الأدوية وصلاحيتها. وبتتشيك كل ما بتتفتح، يعني لو ضاعت الحاجة أو أنا استخدمت الطوارئ في نص الشهر بعمل عليها تشيك تاني. طيب بالنسبة للمختبر، عندنا حاجة في المختبر اسمها البانيك فاليو أو الكريتيكال فاليو. وقبل ما نتكلم فيها، من ضمن مؤشرات اسمها التات، اللي هو التيك اراوند تايم. التيك اراوند تايم ده اللي هو وقت فحص العينه او وقت دوران فحص العينه. يعني معنى ان انا مثلا بعت للمريض انه يحلل السي بي سي، المفروض النتيجه بتاعته تجي لي في خلال قد ايه؟ مثلا تجي لي في خلال يوم، يومين، 3 ساعات، 4 ساعات. فالمركز عندنا معتمد الفحوصات دي بتبقى في خلال 4 ساعات. طيب لو المختبر او فني المختبر او الاخصائي اللي في المختبر شاف ان النتيجه ديت نتيجة حرجة، على سبيل المثال هيموجلوبين 6، على سبيل المثال كرياتينين عالي، يعني بيبقى في قائمة معتمدة للنتائج الحرجة في كل مركز وفي كل قسم مختبر. النتائج ديت بيسموها البانيك فاليو. لو الفن المختبر او اخصائي المختبر لقى الفاليو ديت طلعت، فعلى طول لازم يبلغ، ما يستناش بقى الوقت ما يخلص ولا يعني ولا الكلام ده، لا على طول بيبلغ. طريقة التبليغ بتاعتنا طريقة اسمها طريقة الريد باك. طريقة الريد باك ديت يعني مثلا فني المختبر أول ما يشوف النتيجة بيرفع السماعة للدكتور المسؤول اللي هو طالب التحليل، بيقول له السلام عليكم، أنا فلان الفلاني من المختبر، حضرتك بعت لي المريض فلان الفلاني ورقم ملفه فلان الفلاني وطالب له تحليل مثلا السي بي سي، والنتيجة كانت حرجة وكانت مثلا 6.1 6.1، يعني بينطقها بالارقام وبينطقها برضو بالعربي، والنتيجه دي حرجه، ومن فضلك عيد عليا اللي انا قلته. ايوه حضرتك، انا دكتور، انا معاك الدكتور الفلاني، حضرتك فني المختبر الفلاني، انا كنت باعت لك المريض الفلاني ورقم ملفه الفلاني، وكنت طالب له مثلا سي بي سي، والنتيجه بتاعته كانت حرجه، كانت كذا، كانت مثلا 6.1، وخلاص اتعلمت وشكرا شكرا. وبيتسجل بعد كده النتيجه ديت في سجله الصحي، وبيتسجل ايه الاجراء اللي اتاخد، بس لازم يكون التبليغ فوري. اغلب المراكز عندنا يعني ايه بتقول ان يعني بيكون عندها السجل بتاع البانيك فاليو ده، وبتكتب ان انا ما مرش عليا الفتره اللي فاتت ديت البانيك فاليو. فالمقيم لازما هيسال، يعني لازما يسال، طب طريقه التبليغ عندك قائمه معتمده؟ اه عندي قائمه معتمده. طيب طريقه التبليغ بتاعتك ايه؟ والله طريقة التبليغ بتاعتي زي ما احنا قلنا، طريقة اللي هي الريد باك، ويشرح له الطريقة. طيب انت عامل عقد مع عامل كونتراكت او عامل عقد مع مختبر غير مختبرك دوت عشان تعمل معاه الكفاءات الخارجية وكده؟ او والله انا عامل فيه، انا عامل عقد او سورس كونتراكت. طيب العقد اللي حضرتك عامله دوت ذاكر فيه طريقة التبليغ عن النتائج الحرجة؟ هيقول له، هيوري له العقد ساعتها، ويوري له ان احنا ذاكرين فيه طريقة التبليغ ومن الاشخاص المسؤول عن التبليغ. ده بالنسبة للاي اس ار اللي في المختبر. بالنسبة للمراكز اللي فيها أشعة، المراكز اللي فيها أشعة دي بيبقى فيها يعني الاي اس ار فيها فعلا كتير جدا. يعني على سبيل المثال الغرفة نفسها لازم أن يكون واخدة شهادة من الحماية، يعني معمول لها فحص نشوف فيه تسرب من الأشعة ولا مفيش. فالفحص ده بناخد الورق، بيبقى فيه عندي ورقه شهاده كده بتبقى ساريه لمده سنه، بتبقى مختومه طبعا بالاختام بتاعتها. الابرون اللي عندي اللي هو الواقي من الرصاص،
دوت المفروض بيكون عندي لجميع المقاسات، اللي هو عندي الادلت وعندي الفيديو وعندي الغده الدرقيه وعندي للجينيتالز اللي هو الاعضاء التناسليه، والابرون دوت اللي هو البدله اللي هي الواقيه من الرصاص لازم تكون خاليه من الشقوق والاعطاب، يعني لازم تكون سليمه. فبعملها معامله الاجهزه، يعني بكون حاطط عليها كارت البي بي ام. كارت البي بي ام دوت بيتعمل فحص دوري 6 شهور، وعشان اضمن سلامتها وبتكون مترقمه طبعا، وعلشان اضمن سلامتها البدله ديت لازم تكون متعلقه، ما تكونش متطبقه مثلا ومتعانه هنا او هنا علشان ايه الرصاص اللي فيها ما يتكسرش. يعني فني الاشعه نفسه مطلوب منه حاجتين، مطلوب منه التي ال دي اللي هو البطاقه اللي بيلبسها اللي هي بتقيس نسبه الاشعه اللي اتعرض له، ودي بيتم قياسها كل 3 شهور. كل 3 شهور بيروح يوديهم البطاقه القديمه وياخد واحده جديده لحد ما النتيجه بتاعته تطلع. اللي بيتعمل له برضه السي بي سي، بيكشفوا على الواي بلاد سيلز بتاعته اللي هي خلايا الدم البيضاء. الدكتور نفسه اللي هو المسؤول عن عياده الموظفين في المركز او المشرف الفني بيوقع على نتيجه السي بي سي بتاعته عشان يتاكد برضه انها سليمه. العياده عندي فيها اجهزه، مسؤول الامن والسلامه بيبقى مسؤول عن صيانه كل الاجهزه الطبيه اللي في المركز والغير طبيه. المختبر والاشعه لازم أن يكون عندهم سجل خاص بيهم زي اللي عند الامن والسلامه بمتابعه صيانه الاجهزه الدوريه بتاعتهم، اللي هي زي جهاز الاشعه وجهاز التحميض بالنسبه لقسم الاشعه. لازم أن يكون في لافتات للتحذير للنساء الحوامل بالعربي وبالانجليزي، وضوء الضوء الاحمر خارج الغرفه ان هو يقول لي ان في حد جوه بيعمل اشعه. الريكوست نفسه بتاع الاشعه لازم أن يكون مذكور فيه لو كانت السيده حامل او غير حامل. ده بالنسبه لقسم الاشعه. بالنسبه لقسم الصيدليه برضو بالنسبه لنا ان شاء الله يا رب يعني اخر المحاضره هنعمل انميوت للناس، وان شاء الله نستقبل الاسئله كلها يعني. فاللي عنده اسئله ممكن بس يكتبها دلوقتي، وان شاء الله اخر الميتنج نتكلم فيها باذن الله. طيب بالنسبه للصيدليه، الصيدليه الاي اس ار اللي فيها اللي هو جميع الوصفات تحتوي على اسم المريض، يعني كل الخلايا اللي موجوده في الوصفه تكون متعبيه. اهم شيء الحساسيه ورقم الملف الفريد اللي هو اليونيك ايدنتيفاير للمريض نفسه. ديت في المراكز اللي هي لسه ما طبقتش نظام هسه. بالنسبه لجوه تابوك هنا الحمد لله يعني ريحني من الاي اس ار اللي في الملف في السجل الصحي، وريحني من الاي اس ار اللي في الوصفه الطبيه. يعني فعشان كده لا يعني طول ما احنا بنلتزم بيهم ونقلل الشغل الوصفات اللي عندنا ده افضل لينا وافضل ايه يعني لنجاح المركز باذن الله. طيب بالنسبه للامن والسلامه بيبقى في فريق مكون انه يعمل الجولات البيئيه. الجوله البيئيه يعني الفريق دوت مكون من مثلا قائد الفريق بيبقى غالبا منسق الامن والسلامه، بيبقى في معاه منسق مكافحه العدوى ومنسق الجوده وممثل من التمريض وممثل من الصيانه، وفي مهندس صيانه طبيه حيويه. ده معيار من معايير المراكز ان يكون عندنا مهندس سلامه، فلو مش موجود ممكن يبقى ايه تعاقد مع المستشفى بارت تايم ان هو بس حتى ممكن يجي يحضر وقت الجولات بس، يعني يطلع له قرار تكليف ان هو يحضر الجولات البيئيه للمركز الصحي الفلاني كل 3 شهور، يبقى كل 3 شهور او كل 4 شهور. الفريق دوت وهو بيلف بيلاقي ملاحظات، كل واحد بيشوف الايه الملاحظات بتاعته، يعني مكافحه العدوى لاحظت حاجات مثلا تبع تخصصها، الامن والسلامه برضو تبع تخصصه، التمريض تبع تخصصه. المهم بيبقى ليها تشيك ليست ديت، التشيك ليست ديت كلها بنعبيها وبنطلع منها ملاحظات معينه. الملاحظات ديت بنعملها خطه تصحيحيه، يعني مثلا على سبيل المثال دليل الامن والسلامه مش معروف لدى الموظفين، وهو في اثناء الجوله بيسال الموظف يقول له انت عارف فين دليل الامن والسلامه؟ لا. فخلاص كتبها ملاحظه، فساعتها بقى المفروض ان الخطه بتاعتها مثلا ان مدير المركز يعمل تعميم باماكن وجود دليل السلامه، كان مثلا في الصيدليه والاسنان والمختبر على حسب ما المركز معتمده، والناس كلها توقع بالعلم عليه.
ومثلا المفروض بقى ان الكلام اللي احنا قلناه ده يتم مثلا في خلال يوم او يومين. ده بالنسبه يعني ده الخطه التصحيحيه لكل ملاحظه، ونتابعها نشوفها تمت ولا ما تمتش. فده التقارير بتاعه الجولات البيئيه، ودي حاجه دي يعني ايه برضو دي اس ار، ولازم أن تناقش في محاضر الاجتماعات التنفيذيه. يعني في اللجنه التنفيذيه عندي في المركز، كل ما بنعمل لجنه اسم كل ما بنعمل جوله بيئيه، المفروض الملاحظات بتاعتها نناقشها في الاجتماع بتاع اللجنه التنفيذيه. بالنسبه للصيانه واختبار كشافات الدخان، فده يعني بيبقى فيه سجلات للصيانه مع مسؤول الامن والسلامه، اللي هو الصيانه الدوريه البي بي ام، اللي هو الجهاز دوت مثلا اتفحص النهارده واللي فحصه فلان الفلاني، ميعاد الفحص اللي جاي كمان 6 شهور، وبعد كده بتراقبه ان هو تم ولا ما تمش، واللي فحص بيوقع بأنه هو فحص العمل الصيانه الدوريه لجميع الاجهزه. يعني بالنسبه لطفايات الحريق، لازم يبقى عليها زي تشيك يومي كده، بيشوفوا الطفايه الاجزاء الخارجيه بتاعتها سليمه ولا لا، ومنها مؤشر الضغط لازم يكون على اللون الاخضر، ما يكونش المسمار بتاعها متشال، لازم تكون على ارتفاع مناسب مثلا، ولازم يكون في علامه من علامه فوق الطفايه بتشاور ان هي ديت ان ده مكان الطفايه. الطفايات متوزعه في المركز مثلا، يكون مسافه ما تزيدش عن 20 متر، يكون معمول لها الفحص الدوري بتاعها اللي هي الطفايات الحريق نفسها. طيب بالنسبة لغرفة جمع النفايات، غرفة جمع النفايات المفروض تكون منعزلة، يعني مش ملهاش باب على المركز نفسه، يكون بابها خارجي. يعني لو في المراكز اللي هي الحكومية مثلا اللي فيها غرفة خارجية، فخلاص الأفضل إن هي دي تكون غرفة النفايات. المراكز مثلا في مراكز مستأجرة ما عندهاش إمكانية إنها تعمل غرفة منفصلة بعيدة، فالمراكز دي ما ينفعش بابها يبقى مفتوح على المركز، لازم بابها يكون مفتوح لبره. يعني لو في ممر أو حوش خارجي أو حاجة، يبقى الباب مفتوح عليها مش داخليا. غرفة النفايات لازم يكون فيها مغسلة وشطاف والبلاعة لصرف المية، وعلشان عشان العربية ما تتغسل. يعني الغرفة نفسها من بره لازم يكون ملزوق عليها العلامة بتاعة البايو هازارد اللي هي الصفراء وفيها الخطوط الحمراء دي. المعدات الحماية لازم يكون فيها معدات الحماية الشخصية زي الجوانت السميك والبوت والكوت. لازم يكون فيه شرب كونتينر كافي. عربة نقل النفايات الصفراء الكبيرة اللي بحتفظ بيها في النفايات، وبيبقى فيه ترولي إن أنا أنقل فيه النفايات من المركز للغرفة ديت. النقل ده يوميا. التخزين بتاع النفايات في غرفة النفايات يعني لا يتجاوز 2 في الصيف و3 أيام في الشتاء. المراكز الخارجية لو في مراكز خارجية الشركة ما بتجيلهاش مثلا كل 2 أو خارج الموضوع ده، يعني بيجيها 2 بس في الأسبوع أو أقل، ساعتها لازم أن يكون فيها زي الفريزر الكبير كده أو التلاجة الكبيرة اللي زي بنشوفها في السوبر ماركت، اللي بنحتفظ بيها بنحط جواها النفايات نفسها عشان ما تتعرضش للحرارة. يعني العامل المسؤول نفسه، يعني المقيم دايما أما بيجي يتكلم عن غرفة النفايات أو عاوز حد يعني يسأله عليها شوية، لازما هيسأل العامل نفسه. يعني ممكن يسأل العامل يقول له انت بتغسل العربيه فين، يقول له بغسلها في الحوش مش بغسلها في الغرفه نفسها. يسأل العامل يقول له كده البس لي البي بي اي واقلعه لي، يقول لي وريني عمليه نقل النفايات نفسها من العياده للغرفه. فهو العامل يعني لازم يكون في عامل مدرب كويس جدا على الموضوع ده. بالنسبة للمراكز برضو اللي فيها الأشعة، الجهاز التحميض بيطلع منه اللي هي سوائل كيميائية. يعني السوائل دي ما ينفعش يتم الصرف بتاعها في الصرف بتاع البلدية اللي هو زي البلعات بتاعة غرفة الأشعة مثلا. والكلام ده بيبقى ليها كونتينر كده لوحده، بيبقى ليها زي يعني جيركن كبير كده لوحده أصفر بيتم فيه الصرف، والشركة اللي بتيجي تاخد النفايات بتاخد السوائل الكيميائيه ديت وبتمضي لك عليها ان انا خدت مثلا سوائل كيميائيه بوزن كذا،
يعني حتى هي بتمشيها بالوزن. ده بالنسبة للغرفة بتاعت النفاق. بالنسبة بقى لغرفة التعقيم، فالمراكز برضو اللي فيها غرف تعقيم، فطبعا أي تعقيم في المركز بيبقى من خلال الغرفة دي فقط، وحدة التعقيم فقط، ويكون الشخص اللي مسؤول التعقيم يكون شخص مدرب عليها مؤهل ليها. ما ينفعش أقول أنا بعقم في الأسنان، وما ينفعش أقول أنا مثلا بعقم في الطوارئ ولا الكلام ده كله، وما ينفعش أقول ما بعقمش خالص. يعني يوميا لازم يكون في عملية تعقيم. الغرفة ديت للي شافها، الغرفة بيبقى فيها منطقتين، منطقة ديرتي ومنطقة كلين. المنطقة الديرتي اللي بيتم فيها مثلا غسيل الآلات، ده بيبقى فيها على الأقل ثلاث أحواض، حوض بيبقى للغسيل نفسه، وحوض بيبقى لغسيل الآلات، وحوض بيبقى للتشطيف، وحوض للفني نفسه إن هو خلاص يعقم نفسه علشان بعد كده يخلع البي بي اي ويروح للمنطقه، او يروح للمنطقه النظيفه يعقم نفسه تاني ويلبس البي بي اي ويدخل بيه على المنطقه الكلين، علشان بعد كده يبدا في عمليه التغليف بتاعه الالات ويحطها في الاوتوكلاف. المتطلبات: الاكياس لازم تكون متوفره، في قلم علشان بيكتب بيه على الاكياس، اللي هو عنده مناديل سميك علشان يمسح بيها الطاولات دايما، عنده الدواليب وأرفف نظيفة، ويتم تسجيل درجة حرارة غرفة التعقيم ولا تتجاوز 24 درجة بالنسبة لدرجة الحرارة، والرطوبة ما تتجاوزش 70%. يعني لازم في البداية يكون عنده أداة لقياس الحرارة والرطوبة، اللي هو الترمومتر اللي بيتعلق على الحيطة ده. طيب، المؤشرات المطلوبة عندي في غرفة التعقيم، بيبقى عندي مؤشرات كيميائية في كل عبوة، الشريط نفسه اللي بلزق بيه، اللي بيكون الكيس ملزوق بيه ده، بنحطه في الجانب الورقي من الكيس نفسه، لونه بيتغير بعد مرحلة التعقيم. بيبقى فيه مؤشر كيميائي تاني اسمه بوفيديك، دي بتبقى ورقة فاضية كده بنحطها مع يوميا، برضو هي المفروض مطلوبة، بنحطها مع دورة التعقيم، لونها بيتغير، بيبقى عامل زي المربعات البنية كده. في مؤشر أسبوعي بيتعمل، مؤشر بيولوجي، ده بالتعاقد مع المستشفى، إن إحنا بنحط مثلا أسبوعيا، بيبقى فيه أنبوبة كده بيبقى فيها بكتيريا معينة، بنحطها في الدورة بتاعة التعقيم، وناخدها نحطها في الكيس بتاعتها ونوديها للمستشفى. المفروض البكتيريا دي تكون ماتت من التعقيم، فالمستشفى زي بتعمل عليها زي مزرعة كده وتشوف البكتيريا دي هتنمو ولا لأ، فلو نمت يبقى دورة التعقيم بتاعنا ما كانش مناسب يعني. فأسبوعيا مطلوب تقرير من المستشفى إن المؤشر البيولوجي كان سليم. ده بالنسبة للأغلب الـ ESR اللي عندنا اللي في المركز، اللي هم حوالي 96 نقطة اللي اتكلمنا فيهم دولت. احنا دلوقتي هنتكلم عن الملاحظات، المقيم بتاع سباهي ما جه المراكز عندنا وشاف وطلع معايير اي اس ار، ملاحظات على معايير الاي اس ار عندنا. لحظة واحدة. معلش اعذروني بس لمدة 3 دقايق بالظبط. طلع بس 3 دقايق ونرجع تاني إن شاء الله.
السلام عليكم. نتكلم بس عن ملاحظات معايير السلامة الأساسية من الدورية علينا. رجعنا التقارير بتاعت حوالي 6 مراكز من اللي كان اعتمادهم اعتماد مشروط، يعني كان عندهم نقطة أو أكتر من الـ ESR علشان نشوف إيه الموست كومن ESR يعني اللي تمت ملاحظتهم في المراكز يعني. فكان الـ ESR الخاص بملف إدارة الجودة وسلامة المرضى اللي هو مراقبة الأهداف الدولية لسلامة المرضى. الهدف ده من الـ6 مراكز كان متكرر 4 مرات، يعني حاجة مش سهلة، أو حاجة يعني حاجة المفروض الناس كلها تكون تاخد بالها منها يعني. فمن تعليقات المقيم نفسه قال إن في مراقبة الأهداف كان الهدف الأولاني والهدف الخامس كانوا مظبوطين. الهدف الأولاني اللي هو التعرف على المريض عن طريق تو يونيك ايدنتيفاير، ده كان كويس. الهدف الخامس اللي هو تقليل العدوى المكتسبة داخل المنشأة الصحية كان كويس. فبيقول بالنسبة للهدف الثاني اللي هو تحسين الاتصال الفعال بين مقدمين الخدمة في المختبر والأشعة، ما كانوش ما عرفوش إن هم قالوا بس إن إحنا والله ما عندناش وخلاص. طب يا جماعة لو في هتبلغوا إزاي؟ ما جاوبوش. فعشان كده لازم طريقة التبليغ تكون معروفة، اللي هي طريقة تبليغ النتائج الحرجة. المقيم كاتب هنا إيه؟ بالنسبة للهدف الثالث اللي هو تحسين استخدام الأدوية ذات المحاذير العادية، كاتب إن look like medication in the crash cart were both near each other. يعني الكراش كارت مقفولة ومتشيكة وكل حاجة تمام، بس لما فتح الكراش كارت وشاف ترتيب الأدوية جنب بعض شاف إن في نوعين أدوية مختلفين بس شبه بعض محطوطين جنب بعض. النقطة ديت علق عليها في ملاحظته عن الاي اس ار نفسها. فيعني حتى التطبيق اللي هو لوك الايك والساوند الايك والحاجات ديت لازم أن يكونوا مفصولين وبعيدين عن بعض. بالنسبة للهدف الرابع اللي هو الحد من احتمالية الإجراء الطبي الخاطئ للمريض الخاطئ في المكان الخاطئ، فنفس النظام كان في الأسنان ما كانش في نموذج التايم اوت. بالنسبة للهدف السادس اللي هو تقليل مخاطر السقوط، فكان برضو قال إن مفيش التزام بالفول ريسك اسسمنت، ما كانش فيه التزام بالفول ريسك اسسمنت اللي هو التقييم التمريضي اللي بيتعمل للمراجع علشان يشوف هو يعني مخاطر السقوط بتاعته قد إيه، الريسك بتاع السقوط بتاعه قد إيه يعني. فدلوقتي بالنسبة للهس عندنا فده خلاص يعني موجود في هس إن أي مريض بيتعمل له تقييم تمريضي فلازم يكون معمول له تقييم تمريض عن مخاطر السقوط. ده بالنسبة لأبرز الملاحظات اللي في ملف إدارة الجودة اللي هو الخاص بمراقبة الأهداف الدولية لسلامة المرضى، وده اتكرر 4 مرات. بالنسبة للـ ESR اللي في السجلات الصحية اللي هو الرقم الفريد، رقم الفريد، فكان في ملاحظة على المراكز اللي هي كانت بتستخدم الملفات الورقية. بيقول ان في ان هو تم مراجعه 12 سجل صحي وما كانش فيهم اللي هو اليونيك بيشنت ايدنتيفاير، يعني بس بيبقى الرقم العائلي وخلاص، انما رقم الفرد اللي داخل العيله ده مش موجود. طيب في مقيم تاني برضو شاف نفس الملاحظه دي في مركز تاني بس مفصلها اكتر. يعني هو كاتب ان مش ان ان التوزيع كان مبني على الرقم الحي والرقم العيلة، بس ما كانش فيه برضو الرقم الفردي للفرد في العيلة، زائد عليها كمان ان كان الترقيم بتاع او الترميز بتاع ملفات الضغط والسكر غير الترميز بتاع بقية الملفات اللي في قسم السجلات. فعلشان كده في المراكز الخارجية خلاص هي عرفت ان الملفات كلها بتبقى في غرفة السجلات الصحية بس، وبتبقى كلها يعني ايه مترقمه حسب نظام معين، ما ينفعش السكر والضغط والامراض المزمنه ديت لوحدها ليها طريقه ترميز لوحدها، وبقيه الملفات بيبقى ليها ترميز لوحدها. بالنسبه للعياده العامه برضو للمراكز اللي كانت لسه معتمده الملفات الورقيه للمرضى، فكان برضو توثيق الحساسية ما كانش موجود، وده كان الملاحظة دي كانت في مركزين مش مركز واحد.
طيب بالنسبة برضو في العيادة العامة ليه خطة الرعاية 6 مرات متكررة في ال6 مراكز اللي كانت إيه إس آر، بما تشمل المراكز المعتمدة على الملفات الورقية وبرضو على الملفات الإلكترونية اللي هي هس. يعني حتى هس نفسه كان المقيم مدي الإي إس آر ده مدي له زيرو، إن خطة الرعاية كانت موجودة بس كان مكتوب فيها اتش اي بس اللي هو هيلث اديوكيشن بس، ما كانش مكتوب اللي هي زي ما احنا قلنا اللي هي الاهداف القياسية بتاعت خطة الرعاية والمعايير المطلوبة فيها. هنا بيقول ذا بلان اوف كير وزنت دوكيومنتد ان ذا بيشنت ميديكال، يعني هو الملفات اللي شافها ما كانش فيها خطة الرعاية الموجودة. في الملفات السجلات الصحية الإلكترونية اللي هو هس زي ما احنا قلنا، يعني احيانا بس الطبيب يكتب اتش اي، يكتب دايت، يكتب اكسرسايز، يكتب يعمل مثلا طيب ده بالنسبة لخطة الرعاية. بالنسبة للطوارئ اللي هو المفروض إن يبقى فيه زي مراقبة العربة بتاع الطوارئ، فهنا كان فيه مقيم كاتب إن على الرغم إن المراقبة موجودة والأوراق كلها موجودة والأقفال موجودة وكل يعني كل الدوكيومنت سليمة يعني، بس قال الممرض قال له معلش جرب لي الجهاز وأنت شايل الفيش، فطبعا البطارية كانت بايظة وما اشتغلتش، الديس شوك نفسه ما اشتغلش. ده بالنسبة للطوارئ. بالنسبة للمختبر، في أحد المختبرات ما لقاش السجل بتاع التبليغ عن النتائج الحرجة. طيب وبالنسبة للأشعة كان برضو ملاحظات المقيمين عليها إن كان تحديد السيدة كانت حامل أو غير حامل ما كانتش محددة في الريكوستات بتاعة الأشعة، ودي برضو نقطة إي إس آر. بالنسبة للصيدلية وخصوصا اللي بيتعاملوا لسه بالوصفات الورقية، يعني على المقيم مثلا راقب 16 وصفة، 2 بس اللي كانوا مسجلين اليونيك ايدنتيفاير اللي هو اسم المريض ورقم الملف بتاعه، والحساسية كانت متسجلة بس في ست وصفات من ال16 وصفة. بالنسبة لغرفة جمع النفايات، بالنسبة لغرفة جمع النفايات كان من ملاحظات مقيمين سباهي، هو كان بيقول ايه؟ قال لك في تجميع مظبوط للنفايات وفي نقل مظبوط للنفايات وفي نقل مظبوط للنفايات والغرفة كلها والغرفة برضو والتجميع في الغرفة، بس اللي ما لهوش ايه؟ ما لقاش علامة البايو هازارد متعلقة على الباب،